السلام عليكم ورحمة الله. بالنسبة للفيديو الأخير راح يكون عن كيف التعامل مع الكيسز. في الملخص أنا رتبت إنه كل حالة مرضية إيش الأدوية نستعمل معها. بالأول إحنا كنا بنحكي عن الأدوية المستعملة في الأي ديزيز. في حال كان المريض عنده جلوكوما، إحنا بدنا نخفض الضغط الخاص بالعين، فإما نخفض إنتاج الأكويس هيومر أو إن نزيد الدرينج أو الأوتبوت لإله إنه يخرج من العين. أنا الخيار الأساسي دائما هو البايلوكاربين، خاصة في حالات الأكيوت، او اذا طلب منا الامتحان كولينرجيك ايجونست. هو بيعالج نوعين، كلوزد انجل واوبن انجل، وبعده بيجي بقيه الادويه. ممكن بعد هيك نستعمل البيتا 2 ايجونست مثل الابراكولندين. في حاله كان الدواء المطلوب يكون بيتا بلوكر نستعمل التايمولول. ممكن نستعمل الفيسوستيجمل والكاربوكول كذلك. اذا كنا بدنا طبعا كمان في لسه اتوقع ان حاطهم كمان لسه الجلب. ممكن نزيد الاكويس هومر اوف فلو، ممكن نستعمل بروستاجلاندين والكولين ماميتكس والالفا ايجونست، وبنعمل ديكريز الاكويس سيكريشن من خلال كاربونيك انهايدريز انهبيتور والبيتا بلوكر والالفا 2 ايجونست، وكمان بعض الازمتك ايجنت. هسه في حالات فحص العين، يعني في فحص المخبل العين او في حالات فحص النظر، اذا كنا بدنا نعمل نير فيجن اكوميديشن في عنا البايلوكاربين. في حال بدنا نعمل مدرياسس مع وجود السايكلوبليجيا اللي هي فار فيجن، نستعمل سايكلوبنتوليت والتروبيك امايد اللي هم انتاغونست للماسكارينيك. اذا بدنا نعمل مدرياسس بدون السايكلوبليجيا نستعمل الفا ايجونست اللي هو فينيلفرين. الادويه المستعمله في حاله القسم الثاني، الادويه المستعمله في حاله النيوروجينيك اتوني اللي هي البلادر اتوني والميجا كولون، اللي بيستعمله هو غالبا الكولينرجيك ايجونست اللي هو بيثنكول. اذا كان السبب في عدم حصول الافراز او الاخراج هو مشكلة عصبية نستعملهم، اما اذا كان بستركشن ما نستعمله. ممكن كمان نستعمل النيوستيجمل والفيسيوستيجمل في هذا الموضوع، ولكن هو البيثنكول الاساسي لانه له ريس سايد افكت. مثلا الادوية المستعملة لعلاج التبول لا ارادي للنيوروسيس، احنا بنحتاج هنا نقلل التبول، فبنستعمل اما الفا 1 ايجونست او انتاغونست للماسكارين. الفا 1 ايجونست في عنا الافيدرين، اما نعمل معاكسة في عنا اليورينري ريتنشن اللي حصر البول، نستعمل باثينكول اذا كان المشكلة عصبية، والتاسلوسين اذا كان المشكلة انسداد بسبب تضخم البروستات، هو موجود من الالفا بلوكر التاسلوسين. باثينكول في حالة مشكلة الاتوني. الأدوية المستعملة في حالات الجي اي تي او الجي اي، في عندنا كولينرجيك انتاغونست، الاريتابل باول سيندروم نستعمل البروبانثيلين، الانتي ايميتيك في عندنا سكوبلومين، ونفس الشيء بنستعمل الموشن سيكنس، بيبتيك السر بنستعمل ام 1 انهبيتور، الام 1 لانها موجوده داخل جدران المعده مثل البايرزيبين شطح الحفظ بس كمعلومات. الجاستريك ديس اوردر هي موجوده في الكلينديوم برومايد، انتي سبازموديك موجوده في الاتروبين. أدوية العلاج حالات الموجودة في اليورينري سيستم، في عندنا الأتروبين في بنستعمله كأنتي ماسكارينيك في حالة البلادر سبازم. في حالة البلادر سبازم اللي هي بعد عمليات جراحية نستعمل أنتي ماسكارينيك إميتري مثل في اللي هو الأتروبين. طبعا الأمثلة عليه هو البلادر سبازم أو العمليات الجراحية هي البروستاتوكومي اللي هي عملية إزالة البروستات. هسا مشاكل الجهاز التنفسي متفرعة حسب ايش بيطلب السؤال نستعمل الادويه. هسه الخيار الاساسي يكون بيتا 2 ايجونست. البيتا 2 ايجونست تنقسم لاكيوت وكرونيك. الكرونيك بالعاده بيكون بروفلاكسيس عشان يعمل وقايه، اما الاكيوت في حاله الاصابه الاساسيه في المرض. الالبيوترول والميتابروبروتيرينول والتيربيوتالين اللي هم عندهم شورتر ديوريشن بيستعملوا في الاكيوت، اما الكرونيك او البروفلاكسيس نستعمل سالميترول والفورميتيرول. طبعا لاحظوا ان البيتا 2 ايجونست كلهم اخرهم او ال، اما الانتاغونست البيتا انتاغونست بكون لول. في حال ما نفع النتيجه ما نفع البيتا 2 ايجونست نستعمل الكولينرجيك انتاغونست مثل الايبتروبيوم 4 مرات في اليوم او التايتوتروبيوم اللي هو مره في اليوم. في حال كان السبب شوك او فلاكس شوك يعني مشكله حساسيه نستعمل بينفرين. طبعا المشاكل تشمل السي او بي دي اللي مثلا هي اوبستراكشن اوف بلمونري ديزيز، الكرونيك اوبستركشن بالمونري ديزيز، او يكون في عندنا ازمة. طبعا لازم ننتبه انه هاي الادوية ما تعمل فالو سباسم. هسه مشاكل السي ان اس، مرض باركنسون نستعمل انتي ماسكارينيك عشان تخفف اثار المرض، نستعمل في عندنا البنزوتروبين والاورفادرين،
دول الحركه فيها الموشن سيكنس نستعمل سكوبلوماين. مشاكل في السي في اس حسب ايش نحتاج. في حال كنا نحتاج زياده ضغط الدم في امراض الهارت فيلر نستعمل بيتا ايجونست، بيزيد الكارديك اوتبوت وبيزيد الافتر لود او بخلي الافتر لود. طبعا هذا بخفف الضغط على الدم وبيزيد ضخ الدم بنفس الوقت. في حال كان عندنا سيبتك او كارديوجينيك شوك خيار الافضل هو نور ابنفرين. يعني الشوك في حاله القلب نستعمل بنور ابنفرين، الشوك في حاله الجهاز التنفسي نستعمل ابنفرين. ابنفرين في حال كنا بدنا نعمل انكريس البلود بريشر ونقلل البلود فلو نستعمل الفا 1 ايجونست اللي هم عندهم فازو كونستريكشن افكت. في حال كان بدنا اياه لللوكال هيماتوستاتيك في الابنفرين، دي كونجستنت عشان الاحتقان نستعمل فينلفرين، سباينال شوك نستعمل الابنفرين ونستعمل فينلفرين. في حال الاكيوت كارديك ستيميوليشن، في حال مثلا عندنا كارديك اريس نستعمل ابنفرين، في حال اي في بلوك نستعمل ايزوبروتينول، اذا كان في كارد فيلر كرونيك هارت فيلر نستعمل بيتا بلوكر لا عشان تعمل تحفيز. في عندنا بيتا بلوكر النون سيلكتيف نقدر نستعملهم في الجهاز اللي عندهم مشاكل في القلب والجهاز التنفسي، وفي سيلكتيف نقدر نستعملهم في الجهاز التنفسي والقلب. لابيوترول والكارفيدولول ما نستعملهم، والميتوبرولول والاتينولول والاسمنولول نستعملهم في حال مشاكل القلب. النون سيلكتيف بيتا بلوكر في عندنا البروبانولول كمان يستعمل في الانجينا ويستعمل كانتي اريثمتيك. في الانتي اريثمتيك كمان في عندنا سوتالول. إذا كانت مشاكل في السي ان اس كمان هاي يعني القسم الثاني لعلاج الابيتايت والناكروليبسي والهايبر اكتيفيتي في عندنا الانفيتامين والميثيل فيتامين. في عندنا مشاكل متفرقة في السيكشوال ستيمولانت هو اليوهم باين بيتا 2 بلوكر. الكونجستين نستعمل الفينلفرين كمان نستعمل تيرتا هيدرولازين. الستوب توباكو نستعمل نيكوتين. رينا ديزيز نستعمل فينوكسي بنزامين. زيروستايمن نستعمل بايلوكاربين اللي هي في حالات الجفاف. سيوجرين سيندروم وزيرو استوميا هم حالات الجفاف نستعمل بايلوكاربين بزيد سيكريشن. يورينري ريتينشن نستعمل بروتوسوسين والتاسلوسوسين موجودين في البقية يعني رينال ريتينشن بسبب هاي تضخم الغداء تضخم غدة البروستات. المايستينيا جريفز نستعمل الادرافونيوم عشان الدياجنوست والفيسيوستيجمن والنيوستيجمن عشان نعالج الاعراض. بالنسبة لمشاكل البلود بريشر في عنا اللي جاي بسبب السرطان في الغدة اللي بيزيد افراز النور ادرينالين والادرينالين، بكون العلاج الفينوكسي بنزامين لحالة لفترة طويلة، وممكن كذلك باللابيوترول كداعم. اما في حال كان لكرايسيس او فتره قصيره نستعمل الفينتونامين هو كمان الفا بلوكر والفينوكسي بنزامين الفا بلوكر. لو كان الدواء مطلوب يكون الفا سيلكتيف بلوكر الفا 1 فان كل عائله الدوزوسين رازوسين وتيرازوسين ودوكسوسين لا تستعمل لوحدها لانها يعني ضعيفه لوحدها. لو بدنا ادويه ترفع الضغط نستعمل البيتا بيتا 2 بلوكر اللي بتمنع تأثير الفازوديليشن الخاص بالبيتا 2 ايجونست. في عنا الابنفرين على الهاي دوز بيعمل فازوكونستريكشن، على اللو دوز بيعمل فازوديليشن. مرات بنستعمل الالفا ايجونست لنرفع الضغط لانه بيعمل فازوكونستريكشن. نستعملها في حاله الكرونيك اورثوستاتيك هايبوتنشن. الكرونيك اورثوستاتيك هايبوتنشن بتيجي كسايد افكت لكثير امور مثل الالفا انتاغونست الفا 1 انتاغونست زائد تيجي للنون سيلكتيف الفا انتاغونست كمان. اذا بدنا نطول فتره التخدير بنعمل فازوكونستريكشن الموضعي بنستعمل الفا ايجونست بيكون موضعي. في حالات الاوفر دوز اذا كان الاوفر دوز الكانو فوسفورس او الكولين ستريس انهبيتور بشكل عام نستعمل الاتروبين زائد برالي دوزايم اللي هو الانزيم المسؤول عن تنشيط الاستالكولين ستريس. انتي دوت فور تيبوكرارين نستعمل نيوستيجمين وفاليوستيجمين. انتيدوت فور ادروفونيوم نستعمل اتروبين. اوفر دوز اوف اتروبين والفينوثايازين والتريسايكليك انتي ديبريجين نستعمل فيستيجمين. هذا النموذج بالنسبه لست سنوات اللي بتيجي. هذا النموذج الفصل الاول اتوقع قبل سنه 2016. في عندنا بالسؤال بيحكي بيتا ادرينرجيك بلوكينج ايجنت which is used to treat hypertension and asthmatic patient.
يعني بده يعالج الضغط وما وجود مرض، يعني عنده مرض ازمه، فبيكون سيلكتيف الفا بيتا 1. سوتولول نون سيلكتيف، تامولول نون سيلكتيف، وبروبانولول نون سيلكتيف، اتينولول سيلكتيف، فهو الجواب الصحيح كان اللي هو بيتا 1 سيلكتيف. Which of the following anti muscarinic bronchodilator agent is used especially as an anti asthmatic؟ ابراتروبيوم هو المسكنيك انتاغونيست، هو التاتروبيوم. نيكوتينيك ريسبتور سايت دو نوت انكلود ويتش اوف ذا فولوينج سايت، هي موجوده فقط فعليا في السموث، في المصل فعليا، يعني بتكون موجوده في السموث مصل، مش موجوده في المظله، مش موجوده في الباراسمباتيك والسمباتيك انجليا، ولا موجوده في السكيلتال مصل. لا هي موجوده فيهم الثلاث، مش موجوده في السموث مصل فعليا، موجودة في الأدرينال، موجودة في الباراسمباتيك، موجودة في السكيلتال ماسل. هي هي تقريبا. Between presynaptic and postsynaptic ganglion neuron موجودة في الأدرينال ميدلا، موجودة في الموتور فانكشن اوف النيورومسكلر جنكشن، هي الموجودة في السكيلتال ماسل. 7 year old old boy with previous history of bee sting allergy is brought to the emergency department after being stung by 3 bees and حساسية من النحل. The child has signs of anaphylaxis. What's the treatment of choice؟ كان في حالة الحساسية مستعمل ابينفرين. 65 year old woman with long standing diabetes mellitus is admitted to the ward from the emergency department and the ophthalmologist wishes to examine her retina for possible change. Which of the following drug is good choice when the papillary radiation but not cycloplegia is desired؟ يعني بده يعمل radiation بس بدون cycloplegia، فبنستعمل فينيلفرين. البايلوكاربون يحمل ميوسس، الايزو بروتيرينول رح يعمل وتأثيره خفيف هون بهي الناحية، البايلوكاربون بيعمل ميوسس، بتروبيكاميد بيعمل radiation مع وجود cycloplegia. If an ophthalmologist want to delete the pupil of an eye to examination, which of the following drug classes of a drug could be theoretically useful؟ بدنا احنا نعمل مدرياسس، فاما نعمل adrenergic agonist او نستعمل muscarinic antagonist. muscarinic receptor activator لا، الاستايكولين لا، البروكاربين لا، لانه كلياتهم agonist. الانتاغونست هو الجواب الصح. سارين is a nerve gas that is not organophosphate, that is an organophosphate cholinesterase inhibitor. Which of the following could you be used as antidote؟ حكينا الانتيدوت للأورغانوفوسفيرات هو الأتروبين. A patient with chronic obstructive pulmonary disease was prescribed a beta 2 agonist for the relief of bronchospasm. However, the patient did not respond to this treatment. Which of the following drugs or classes of drugs would be suggested for the patient as an next option؟ حكينا احنا في جهاز التنفسي بكون الخيار الاول هو بيتا 2 اغونست، في حال ما نفهمه بننتقل للانتاغونست ماسكينيك انتاغونست، اما ايبرتروبيوم او تايتوتروبيوم. الايبرتروبيوم هو الموجود بهاي الخيارات. بيتا 1 اغونست ما له علاقه، ماسكينيك انتاغونست بيعمل العكس، في سيستيجمن ما له علاقه، نفس الشيء بيعمل العكس. Which of the following drug would be the most effective anti motion sickness؟ سكوبلوماين، انتي موشن معناها دائما سكوبلوماين. All these drugs used in glaucoma except clin mimetics، حكينا نستعمله في حالات اللي هي بايلوكاربين. الفا اجونست ما بنستعمله لانه بثبط production of the aqueous humor، وبنفس الوقت كمان انه هو بخلي السكريشن، وبنفس الوقت بزيد اخراجه من العين. بورسجلاندين انالوجز كمان تستعمل، فالبيتا اجونست ما لهاش علاقه بالموضوع اصلا. البيتا انتاغونست ممكن. A 56-year-old man has a hypertension and enlarged prostate. عندنا في خلاص enlarged prostate غالبا رح يكون سؤال عنها. Which biopsy shows to be benign prostatic hyperplasia اللي هي BPH. He complains of urinary retention. Which of the following drugs would be the most appropriate initial for the therapy؟ أول شيء ما له علاقة في أي شيء في لول، لأنه كلياتهم أصلا هدول بيتا. الجواب الصح رح يكون ألفا بروزوزين. يقولوا الفا بلوكر، الفا 1 بلوكر، اما دول كلياتهم اصلا بيتا بلوكر، ما لهمش علاقه في الموضوع كامل. The neuromuscular blockage produced by atractorium would be reversed by administered هذا ما شرحنا عنه او لا. A neuromuscular blockage produced by atractorium could be reversed by administered of neurostigmine. هاي ما شرحتها لانها موجود في النيوروماسكلر صراحه، ما اخذناها احنا.
باريزو ستيجمين انهانسز نيور ماسكولار ترانزيشن اوف ميسنت جريفيس بيشنت سباي. طبعا باريزو ستيجمين هو كولين استريز انهبيتور، فهو بيعمل انهبيتنج للدي دي ديجريديشن اوف استايكولين. Concerning adrenal receptor blocker, which statement is false? Prazosin is alpha 1 selective صحيحة. Labetalol alpha and beta blocker. Carvedilol alpha and beta blocker. Atenolol is a selective beta 2. لا فعليا هو beta 1. فيش selective beta 2 أصلا. The adhesive effect of beta adrenal receptor antagonist include هايبركاليميا ما لهاش علاقة، هايبرغلايسيميا ما لها علاقة، مايوكارديال اسكيميا ما لها علاقة، انزايتي وكارديو اريثميا كلها ما لها علاقة اصلا في الانتاجونست الادرينال ريسبتور. البيتا ادرينال ريسبتور ممكن يعمل بازو كونستريكشن في حال كان تأثيره على البيتا 2. Regarding the spasmolytic drug, which of the following statement is not accurate؟ هاي ما خدناهاش. Which of the following cause hyperkalemia leading to cardiac arrest in the patient with spinal cord injury؟ كما هي ما أخذناها. What is the best clinical use of Bethencol؟ حكينا أنه يستعمل في حالات الأتوني. To contract bladder muscle for treating renal retention. في كان السبب هنا زيادة contraction وليس مشكلة انسداد. Reduce bronchospasm ما لها علاقة. Heart rate ما لها علاقة. Encystitis toxicity ما لها علاقة. which طبعا الهارت ريت ممكن عاجب ال increase heart rate نعطي antagonist للمسكرين، reduce bronchospasm نعطي beta 2 agonist، treat of insect الحشرات اللي هو insecticide نعطي atropine لأنه هاي toxicity. which of the following are considered a cholinergic receptor؟ مسكرين يكون نيكوتينيك، هي المسكرين هي M1 M2 M3 و NM و NN هم المسكرين receptor. هاي كيس a 70-year-old man is seen in follow up to at your office after has been hospitalized for myocardial infarction. He underwent successful angioplasty and is currently asymptomatic. Prior to his M1, he was not on medication. He is not a smoker and he is not diabetic. During his hospitalizing, he was noted to have a presently elevated blood pressure. احنا هاي هي اللي بتهمنا فعليا انه عنده elevated blood pressure. He had asthma when he was child but has not had any recent wheezing episode. While in the hospital he was started on oral metoprolol. Metoprolol is selective for one which adrenal receptor هو alpha 1 adrenergic agonist blocking antagonist فعليا مش agonist. ممكن نحكي الفا 1 ادرينرجيك انتاغونست او الفا 1 ادرينرجيك اغونست بلوكينج نفس الشيء ونفس المعنى. Why must beta adrenergic antagonist be used with caution in asthma؟ لانه في حال كان non selective رح يعمل عندنا bronchial constriction بيؤدي هذا الى مضاعفة مشاكل الازمة، لازم نكون حذرين ونكون متاكدين انه يكون selective. لهون ان شاء الله بكون نهاية الكلام ويعطيكم العافية، موفقين ان شاء الله في الامتحان. في أسئلة تانية موجودة في البوت وتقريبا ممكن تطبقوا عليها بنفس الطريقة، في كاسة تانية للدكتور وممكن أسئلة الكتاب. أسئلة حليناها هون طبعا، في تكرار أسئلة الكتاب.